بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا بإذن الله في مادة الهياكل المتقطعة واحد، وهي المحاضرة السابعة. محاضرتنا اليوم تتكلم عن الفوكشنز، الدوال. Correspondence: suppose that to each element of a set A we assign some elements of another set. نرافق ويا كل عنصر في المجموعة أي عنصر آخر من المجموعة B. مثلا for instance، إذا كانت عندي A مجموعة الأعداد الطبيعية و B مجموعة الأعداد الصحيحة، فنربط مع كل عنصر في N اللي هو X عنصر في Z اللي هو الواي بصيغة الواي تربيع يساوي X، فتطلع لي هذه العلاقة الموجودة أمامكم والعناصر اللي موجودة من جهة اليسار لأعداد من 0 إلى 9، والمجموعة الثانية عناصرها اللي موجودة من جهة اليمين اللي هي 0 1 ناقص 1 2 ناقص 2 3 وناقص 3. This operation is called a correspondence. مرات تعريف الدالة الفوكشنز، تعريف الدوال: تعرف الدالة a function or mapping f from a set A to a set B. Denote f من A إلى B is a correspondence in which to each element X of a set A corresponds exactly one element Y f للX of B. يعني نربط مع كل عنصر في A عنصر واحد فقط في B بصورة الF للX، ونرمز له بالرمز Y. وهذا المخطط الموجود أمامي يبين لي صيغة الدالة، بحيث إذا تلاحظون مجموعة اليسار مجموعة الأعداد من 0 إلى 8 هذه مثلا تمثل المجموعة A، ومجموعة اليمين اللي هي A و B و C و D و E و S مجموعة اليسار ترتبط مع عنصر واحد فقط من مجموعات اليمين. يعني بمعنى شنو؟ يعني من الصفر يطلع سهم واحد، من الاثنين سهم واحد، من الثلاثة سهم واحد، من السبعة سهم واحد، من كل عدد من الأعداد اللي موجودة من جهة اليسار يخرج سهم واحد يمثل صورة العدد هذا. إذا خرج أكثر من سهم هذه لا تسمى دالة. وإذا تلاحظون من جهة اليمين من الممكن عنصر يأخذ أكثر من صورة، يأخذ أكثر من سهم، زين، ومن الممكن لا ما ياخذ ولا سهم. مثلا الاس، الاس موجوده لكن ما جاء لها اي سهم. فالداله مالتي اهم شيء يرتبط مع كل عنصر من مجموعه الكابيتال اي بعنصر وحيد فقط من المجموعه المقابله بي. Sometimes you represent the functions of with a diagram like this. احيانا نرسم للداله او لصيغه الداله بهذه الرموز، اما بجد F من A إلى B بهاي الصيغة اللي موجودة على اليسار، أو صيغة ال F يكون فوق السهم. فأنا عندي مثلا مثال، عندي من Z إلى Z أعداد الصحيحة، من Z إلى Z F لل X يساوي 2 X زائدا 1. The element Y يساوي F لل X is called the image of X. يعني العنصر أو صورة الأكس اللي هو قلنا اف اكس اللي ذا يساوي هو صورة الأكس، والأكس تسمى بري إيمج أوف واي. زين، هنا أنا عندي الاف اكس يساوي 2 اكس زائد 1. إذا عوضنا بدال الأكس مثلا بسبعة بثلاثة بخمسة بأي عدد آخر، أي عدد موجود، مجرد تعويضه في المعادلة أو في الدالة يطلع الصيغة مالتي اللي هي مثلا صورة السبعة صورتها 15، صورة الثلاثة مثلا صورتها سبعة، صورة الواحد مقدارها ثلاثة، وهكذا. The set A is the domain of دالة F. تسمى A نطاق أو منطلق أو مجال الدالة F. And B is its codomain. والB يسمى المجال المقابل للدالة F. بنفس الشكل إذا كانت عندي مجموعة معينة، مجموعة جزئية من الـ A مثلا الـ A برايم، فصورة the image of A برايم، صورة الـ A برايم
بدلالة الأف بواسطة الأف هي تسمى أف للأكس، حيث أكس ينتمي للإبرة تسمى هذا الدومين مال المجموعة، والأف أكس الأف أكس الأي برايم تسمى الدومين، الأف للأي برايم يسمى الإيمج أو الرينج لهذه المجموعة. Example، دالة اعتيادية نعرفها من R إلى Z بحقيقية صيغتين، هذه الصيغة الأولى the floor function وعندي the ceiling function. الفلور function إذا تلاحظوها الرمز مالته هو هذا اللي دا يطلع لي المثال مالتي، والceiling function هو تطلع لي هذه الصيغة اللي دا تظهر أمامكم الآن، والآن راح أبين شنو معنى هذا الكلام مالتنا. زين، وهذه هي المودلز اوبريتورز. اذا فوكشن مود زت كروس زت بلس الى زت، هذه ايضا تعريف دالة معينة. فأنا هنا الان عندي ثلاثة دوال معرفة. نجي على الفلاور فوكشن، اذا تلاحظون الرمز مالتها يكون عبارة عن اقواس مربعة مفتوحة من فوق، هي تسمى the greatest integers less than or equal to x، هو أكبر عدد صحيح أقل أو يساوي ال x، أكبر عدد صحيح أقل أو يساوي ال x. فنجي هنا for instance كمثال، الثنين هو اثنين، الثلاثة بوينت أربعة أكبر عدد صحيح يساوي ثلاثة بوينت أربعة أو أكبر منه أو يساوي أصغر من أكبر عدد صحيح، هو الثلاثة أكبر عدد صحيح اللي يساوي أو أقل 3.4 هو الثلاثة. هنا الباي هي الباي إذا تذكروها باي هي 3.14 وهكذا، فأكبر عدد صحيح يساوي أو أقل منه هو الثلاثة. هنا ناقص 4.5 ناقص 5، بينما هنا نجي على ceiling function هذا least integer greater than or equal to x، هنا أنا أصغر عدد صحيح أكبر أو يساوي x. هنا أنا أي عدد صحيح نخليه يطلع نفس العدد الصحيح إذا كان فوق أو جوا، بينما إذا جينا للجوة للمثال الثاني إذا أتكلم عن العدالة الثانية 3.4 أصغر عدد صحيح أكبر من هذا الـ 3.4، أصغر عدد صحيح أكبر من هذا الـ 3.4 هو الأربعة، أكيد مو الخمسة لأن الأربعة هو أصغر من الخمسة، فهو هذا أصغر عدد صحيح أكبر من هذا. وكذلك بالنسبة للباي وناقص 4.5 يساوي ناقص 4. هنا نجي على هذا المثال المهم مودلز أوبريتر. إذا تلاحظون التعريف مالته defined x mod y شو يساوي؟ remainder when x is divided by y، هو الباقي من حاصل قسمة ال x على y. يعني شنو الباقي؟ يعني ال x يعني مثلا 12 تقسيم 6، شنو الباقي؟ ما يبقى شيء، فهنا أنا صفر. بينما ال 13 تقسيم 6 بها باقي واحد، فهنا يطلع لي واحد. ال 15 تقسيم 4، لاحظوا ال 15 تقسيم 4 الجد يبقى 3، فهنا يمثل 3. هنا بالنسبه للمثال اللي موجود امامي 23 مود 7 من قسم 23 على 7، انا اعرف ال 21 على 7 تقبل القسمه، لكن 23 ما تقبل القسمه، الجد يبقى مع بقيه القسمه يبقى 2، فهذا المقدار يساوي 2. كذلك بالنسبه لل 59 مود 9 بالحقيقة يبقى لي 5. طيب لأنه 54 عملية القسمة على 9، 54 يقبل القسمة على 9 6، فيبقى 5 وهذا النتيجة مالتي. زين، هنا الجراف عندي أيضا تعريف مهم. الجراف هو عبارة عن زوج مرتب إحداثياته X وF للX، X وقفل الاكس.
فالجراف يعرف the graph of a function f من a إلى b is the subset of a cross b defined by g للf. g هذا أول حرف من كلمة graph اللي هو البيان أو الرسم، هو عبارة عن أزواج مرتبة x وصورتها بحيث الاكس ينتمي لكابيتال اي. ناخذ هذا المثال الموجود امامكم، مثال الاكس تربيع، في الاكس او اكس تربيع. لاحظوا شلون دا احدد النقاط على محور الاكس، محور الاكس اللي هو الار، احداثي ار، وهنا انا عندي ايضا بنفس الطريقه على احداثي واي احدد النقاط، ومن ثم اجي اضع النقاط الموجوده امامكم، 1 1 ناقص 1 1 و 2 4 ناقص 2 4 3 9 وناقص 3 9، خاطر اقدر ارسم هذه الداله. هنا ناخذ مثال اخر، داله الاكس اس 3، داله الاكس بنفس الطريقه احدد نقاط المحاور بهذه الطريقه اللي موجوده امامكم، المحاور كان عن اكس او عن واي، ومن ثم احدد النقاط الرئيسيه لهذه الدالة الأكس أس 3. تعرفون أنتو مقابل الواحد واحد ناقص واحد ناقص واحد، الثنين أس 3 ثمانية مقابلها، الثلاثة أس 3 27 مقابلها، وهكذا، وكذلك الناقص 2 وناقص 8 والناقص 3 وناقص 27، فيطلع لي الرسم المود أمامكم. مثال آخر، الساين، دالة الساين، وكذلك عندي دالة الكوساين. هذه دالة الساين، لاحظوا دالة الساين شلون احدد المحاور مالتي، احدده من خلال الصفر والباي على الاثنين والباي والثلاثة باي على الاثنين، التو باي والناقص باي على الاثنين والناقص باي وهكذا، وهنا احدد الواحد والناقص واحد كاحداثي العمودي اللي هو يمثل واي، ومن ثم احدد النقاط الرئيسية المهمة اللي امرر بها هذا المنحني، منحني الساين اكس اللي تلاحظوه يمر بالنقطة صفر صفر. بينما دالة الكوساين المثال الآخر اللي ظهر أمامكم، وبنفس الطريقة أحدد المحاور الرئيسية الأكس والواي بهذه الطريقة اللي تشوفوها أمامكم بنفس الطريقة السابقة، لكن هنا الرسم شوية راح يختلف. نلاحظ بعد شوية شلون يبدأ نرسم الدالة، أن أحدد النقاط الرئيسية اللي يمر بينها المحاور، وهذا الرسم لدالة الكوساين. إذا تلاحظون وتركزون وياي شوفوا المنحني للساين الفوق شلون انزاح إلى جهة اليسار بمقدار بايع الثنين، لاحظوا كله تحرك بمقدار بايع الثنين، فأصبحت نقطة التقاطع مع محور الواي لهذه الدالة هي نقطة الصفر واحد، بينما هاي بالنسبة للكوساين، بينما في الساين نقطة التقاطع هي الصفر صفر. وهنا تنتهي المحاضرة، وشكرا لكم.